جداول ومواعيد ماتشات وتأجيلات، كلمات بتخليك دايماً تفكر في عامر حسين. عمرك فكرت مين هو عامر حسين الدوريات الأوروبية الكبرى؟ في إنجلترا مثلاً تعاقدوا مع شركة اسمها أتوس، الشركة مهمتها تنتج جدول الدوري أوتوماتيك. بيحددوا قواعد زي إن ما ينفعش فرقتين من نفس المدينة يلعبوا على ملعبهم في نفس اليوم من ناحية، يخرج لك جدول كامل من الناحية التانية. في إيطاليا رابطة الأندية بتعمل القرعة بنفسها مع شوية قواعد زي إن ما ينفعش فريقين يتقابلوا في نفس الجولة اللي تقابلوا فيها الموسم اللي فات، وإن ما ينفعش أي فريق يلعب أكتر من ماتشين متتاليين جوه أو بره أرضه. في ألمانيا لحد وقت قريب كانوا بيعملوا جدول الدوري بطريقة بدائية جداً، بيدوا كل نادي رقم من 1 ل18 ويحطوا الجدول بناء على نموذج المباريات ما بيتغيرش في كل سنة، يعني كل سنة الفريق رقم 1 بيلعب الفريق رقم 13 في الجولة الأولى باختلاف المسميات. بس بعد كده الألمان قرروا يعملوا سوفت وير ويحطوا عليه الجدول بقواعد محددة، وبعد ما السوفت وير يطلع الجدول بيراجعوا مسؤولين البونز ليجا قبل الإعلان عنه رسميا. أسبانيا الموضوع فيه أغرب، 19 رقم ل19 نادي من ال20 تتعمل قرعة يتحط الأرقام في وش بعض وبيتم التدوير، يعني لو الفريق رقم 1 بيلعب الفريق رقم 18 في الجولة الأولى، في الجولة الثانية هيلعب الفريق رقم 19، والفريق ال20 اللي ما خدش رقم في أول القرعة هو اللي بيلعب كل فريق بيجي عليه وقت في القرعة والمفروض يلعب نفسه. كل بلد بتختار طريقتها، وفي الآخر بيبقى عندهم جدول كامل للدوري، جدول ما بيحصلش فيه تأجيلات إلا في أضيق الحدود. وفي مصر بقى عندنا رئيس جديد للجنة المسابقات، يا ترى إزاي هتكون الحياة بعد عامر حسين؟